كثير من الناس إذا رأى نعمة على الغير يقول ما شاء الله تبارك الله، أو ما شاء الله ما شاء الله، وصاحب النعمة يقول قل ما شاء الله قل ما شاء الله قل ما شاء الله، وهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن النعمة نعمتان، نعمة عليك ونعمة على غيرك، فإذا كانت النعمة عليك فقل قل ما شاء الله عليك في نفسك في بيتك في سيارتك، كما قال الله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله. فإن كانت النعمة عليك قل ما شاء الله ما شاء الله، لباسك سيارتك ابنك زوجتك بيتك دابتك ما شاء الله، لهذه النعمة تعود لك أنت، فأكثر مما شاء الله لأن فضل من ربي عز وجل. وإذا كانت النعمة على غيرك قل اللهم بارك لك.